انا اكل بما اننا كلنا مقاطعين فجبنا لكم 3 بدايل لكنتاكي، هنجربها مع بعض انا وبندق. السلام عليكم. ده باتشي النهارده فراخ بالشيبسيات. تعال نشوف الحاجه فيها ايه. اهدى كله سلو. مش عارف انا اكل السمك ممكن يكون تومية. استنى شوف الوجبه بيجي معاها ايه. سعرها 150 جنيه، بيجي معاها 3 قطع فراخ، دبوس وصدر وفخذ وكله سلو. بس عشان ايه؟ طلع طلع الشنطه دي مستفزاني. اصلا الريسيت بتاع يا عم طلع ده كاتشب ايه؟ وهيكون هاينز. لا لا مش هاينز الحمد لله. هي دي شنطه ولا شكاره؟ كله سلو. معايا فين؟ هاكل كله سلو. ده البوكس سعره 150 جنيه. انا تعبت بصراحه. بقول لك ايه بتروح تبيع من تحت؟ هو مفيش معالق اصلا. مش انا اقول لك هنفتح ازاي. يا سلام عليك. كده هو بالظبط صدر ودبوس وفراخ. وفراخ؟ صدر ودبوس. حجم الصدر حجمه كويس. المفروض طالبينها سبايسي. انا برد شوية. مش حلو. بص انت تقطع الكولسترول ده مش من هنجيبه. نشوف العيش. العيش حلو. عيش عادي. في ناس بتعمل عيش ناشف. ده حلو. بص الدبوس. الدبوس. حجم الدبوس كويس. محترم. ندوق ندوق بقى. دور كمان. طعمه جامد. بقى بديك انت كده ولا ايه؟ بص اما نشوف. ريتني مديك. راح فين؟ اهو. شلت العظمه. لا دي قرموشة. بكام الباص دي؟ ب 12. نخش على اللي بعده؟ تعال نخلي في السندوتشات في النص. بس جربنا المطعم لسه فاتح جديد اسمه بوديز، بس للاسف البروست كان خلص من عنده فطلبنا سندوتشات. هاينز هاينز احنا مقاطعين يا جدعان مقاطعين. طلبنا سندوتشين. انا قلت له بصراحه يرشح لي اجمد سندوتشين عندي. قال لي في واحد سبايسي اسمه فولكينو تقريبا، في واحد تاني اسمه زومبا او زوبا حاجه زي كده مش فاكر. زوبا زوبا اللي دخلتك. بص يعني. استنى استنى عشان نصور. استنى يا عم انا جعان. يلا عشان انا تعبت. ده يا عم طب طلع بتاعك. تعال نشوف سعره تقريبا 90 جنيه. ايه ده؟ لا بس إيه ده؟ شكل لا لا بس شكله حلو بصراحه. لا بجد شكل الساندوتش يفتح النفس. بصوا تعال استنى استنى نشوف ده. استنى نايل وسجيت شكله بجد حوار. عظمة يا بندق. والله؟ عم حلو. فراخ بتجري بجد يا بندق. ما عجبنيش. طعمه جامد والحجم مش طبيعي. دوك كده البولكينو ده. البولكينو ده جامد قوي بصراحه. عجبك؟ حلو. بصراحه عجبني. هو مكانه فاتح جديد جنب ابراج النزهه عند مستشفى السواقين. اللي حرق اهلا الفولكينو. اه الفولكينو بصراحه حلو السبايسي. ده حاسه فاضي فده ما عجبنيش. الفولكينو عجبني اكتر. الفولكينو حلو قوي ومتظبط جامد. خش في هارت اتاك. سعره 150 جنيه. برضه هاينز كده عم مقاطعين مقاطعين كده. حلوه كولسترول ترى هتطلع حلوه ولا ان شاء الله حلو. خلينا نبدا بالبطاطس. انت تسيب بس اشوف بطاطس. ما تشوف دوق يا عم بهارات. طيب دي الدوم دي ولا ايه؟ جميله على فكره. حلوه والله شغاله. خش في الفراخ. بيجي 3 قطع فراخ. صدر ودبوس. حجمها حلو على فكره. انا من رايي كنا جبنا الحلقه كلها سندوتشات. الكولسترول هيطلع حلو. نجيب الكولسترول اول يعني. اما تدوق الفراخ انت اول. دواني الكولسترول بعد اذنك. اما ادوق انا الاول. اتفضل. ما بعدش في الكولسترول خلاص كده. لازم المعلقه تكون عفره. ما بعدش في الكولسترول. خلص الكولسترول. حلو؟ دواني. يعني بالله عليك دي زي معلقتك بالله عليك. هو انت نسيت الفيديو اللي فات لما كنت بتحط الحلقه كده في الكوبايه؟ رايقة. معرفش يدوق اصلا. جامدة جامدة. انا ما لحقتش ادوق بس. بس جامدة. دوق تاني؟ طب اللي بقى لو خدت الفراخ. شوف لي العيش ده طازة ولا لا. هو الرغيف ده ماسكينه ليه كده؟ هو هربان ولا ايه؟ حلو بس مش سبايسي. مش عاجبك حاجة. بس الكولسترول جامد بصراحة. بس الأحجام حلوة تصدق. ما انت فايتك دبوسة. لا صبروا بس.
لا الصدر حجمه ما شاء الله مش طبيعي يعني، فرخة أمها. بس مش سبايسي خالص، بس عبكش احلى بكتير. لا ده عجبك اكتر؟ عجبني الفراخ، طعم الفراخ تتبيله، بس عايز تتبلع، عايز طومية تجيب لي جبسي؟ وقطعة. عايز سلطاتهم كده يعني. جايبين لك معاك الاسلوب وفرايز وعيش والدنيا حلوة. فرايز. قلت له سبايسي، هو سبايسي بس خفيف قوي. بس الفراخ حلوة. فص أبيض إزاي؟ ما تنساش إن اللي بيصوروا دول هياكلوا معانا. مش عايز يا عم انا، ده انت رأيك يا بندو في الأكل؟ في الواقع الاكل تحفة. مش أباتش بصراحة ما عجبنيش الكروسلو بتاعه، بس كفراخ التتبيلة كانت قوية قوي والسبايسي بتاعه حلو. أنا عجبني بصراحة أباتش. الكروسلو بقى مش احسن حاجة الكروسلو خالص. ما كانش أحسن حاجة خالص يعني، العيش بس كان حلو. العيش كان حلو والبطاطس كانت كويسة، بس كان الكمية كانت قليلة شوية. بالنسبة للبودز السندوتشات، انا عجبني الفولكانو. انا برضو الفولكينو كان حلو وسبايسي قوي كده، والستريبس اللي فيه كان طعمه حلو، عجبني اكتر من التاني. المشكلة إن الفراخ ستريبس، أنا ماشي. كنت عايز الفراخ قطع حلوة كده حتى يبقى سهلة في الأكل. كان في الاتنين ستريبس. هو كان قال لي اصلا اللي هو لاست اوردر خلاص وما عادش فيه بروست، فقال لي فيه موجود سندوتشات بس، فممكن يكون عشان كده حط فيهم ستريبس ممكن ما والسندوتش أعرفش، بيطلع. أو ممكن يكون بيطلع كده فعلا. ممكن هنجربه مرة تانية ونشوف يعني هيطلع عامل ازاي، بس هو كان عجبني بصراحة. الفولكينو أحسن فعلا، بالنسبة لحرطة التاك، يعتبر أحسن حاجة عجبتني النهاردة. حرطة التاك الكروستو حتى بتاعته الكروسلو تحفة. تحفة بصراحة، كانت حلوة قوي والحجم كان كبير فعلا، بس ما كانش سبايسي يعني. أنا المفروض كنت طالبه سبايسي، كانت مقرمشة كده و كانت مقرمشة واللحمة أصلا تحس إن العلف بتاع الفرخ من جوه. والله مش بهزر، الفرخة أخدة علف محترم. كان حلو بصراحة. لو هنقيم بسرعة، أنا هارت أتاك أجمد واحد هارت أجمد أتاك. واحد بالنسبة لي النهاردة. أنا عجبني أباتش بصراحة. طب وبوديز مش أحسن حاجة النهاردة. مش هنحسبه النهارده، ممكن نجربه تاني. لو عايزين نجربه في فيديو تاني اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. لو وصلت لغايه هنا وعجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات نجرب ايه المره الجايه. السلام عليكم. بس كده.